اهلا بك يا شوقي، ربنا يحفظك يا باشا. اخبارك وصحتك عامل ايه؟ السلام عليكم. الصوت مش واضح شويه، لحظه كده. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، والله تمام. انت اخبارك عامل عامل ايه؟ ايه؟ ياه، ده انت هتفيدني قوي. قولي يا بقول لك سيدي. ايه، انا بنتي عايزه انزلها 3 كيلو، عندها 5 سنين ونص، اعمل ايه؟ هي صحيان من خير؟ ده بخير جدا الحمد لله. عملت انا قلت انها عايزه اقلل، ما عملش اي تحاليل، بس هي كويسه. لا هي عاديه، يعني الفكره ان هي بتاكل بقى حاجات حلوه كتير، منعتها بس بحاول اضبط هي وزنها قد اكل. ايه؟ يعني هي وزنها 26 وطولها وزنها كام؟ 117، 26. 26 كيلو وطولها 117. هي طويله ما شاء الله، هي طولها ما شاء الله، يعني ما حدش بيشتغل اصلا، حسبي الله ونعم هي الوكيل. معاك اشوفها؟ لا للاسف في المدرسه. عايزه تساعديها بس ان هي تنزل في وزنها يعني. كأطفال بقى، لأن أكيد الكبار ما لهمش، والله بصي، يعني بحته الكبار يمكن حته يعملوا ان نظام احنا غذائي، بنشتغل على لكن نظام غذائي، ده الموضوع بيبقى صعب كده شويه. لو انا مثلا دلوقتي هنتكلم في نظام غذائي، الموضوع بيبقى صعب وهي اصلا مش هتلتزم بيه. لكن احنا نعمل لها حيل، يبقى في حيل معينه ندخلها لها. يعني ايه الحيل اللي احنا ممكن نستخدمها علشان تنزل في الوزن بدون ما تحس ان احنا مثلا وليكن بنضغط عليها ان احنا مثلا نعمل ليها نظام غذائي او كده؟ ايه هي الحيل؟ مثلا قبل كل وجبه، مثلا قبل الوجبات، بحاول قدر الامكان مثلا قبل ما تيجي تاكل وليها لازم نشرب الميه قبل الاكل. بحاول قدر الامكان مثلا قبل الاكل بشويه ولا حاجه ندخلها كوبايه ميه ولا حاجه قبل كل وجبه، اي حاجه قبل ما تخش قولي لها لا شرب الميه صحيه قبل الاكل، وبعدين نشربها الميه بتاعتنا، نشربها ميه. دي كده رقم واحد. قبل ما نبدا الوجبه بتاعتنا، بدل مثلا اعملي لها طبق سلطه كده خماسي الالوان. ايه هو طبق السلطه خماسي الالوان؟ دايما بكرره وبقول طبق السلطه مثلا اللون الابيض زي الثوم والبصل، اللون الاخضر زي الخس والجرجير والكرفس والبروكلي والشبت والبقدونس والفجل والرجله والكابوتشا، اللون الاحمر زي البنجر او الشمندر، اللون الاصفر زي الليمون والفلفل الاصفر، اللون البرتقالي مثلا زي الجزر. يبقى شكل طبق السلطه كويس كده وجميل، بحيث ان انت تفهمي شكله شهيتها حلو ان انت فيشجعها على الأكل.